حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد. كيفك مريم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ شو اخبارك؟ تمام. شو يا ستي؟ اليوم انا هيك من فتره بسيطه شريت محضره، ايه، فجا بالي اليوم نحكي هيك عن تسهيلات حلوه بالمطبخ، هيك نفيد الناس يعني. والله رحم التجارب مفيده جدا ونقدر نطبقها بالحياه الصحيه. قد ايه مهمه القصه يا رولا، لانه لما يكون في عندك إشي بيسهل عليك العمل شغله صحيه، انت فعلا بتروحي لها وانت مرتاحه ومش حاسه بعبئها. انت شو بتعملي مريم لتسهلي على حالك الطبخ والتحضيرات؟ احكي لي عن مثلا التبوله وكيف انتقلت من شيء صعب لشيء سهل. لا يا ستي العزيزه، هو انت طبعا تخشيش اجت منك يعني، هذا بعيدا عن الهواء، بس بصراحه مع وجود المحضره كان دائما الناس يقولوا انه البقدونس ما بينفع نفرمها بايدينا وبتمرق وما بعرف شو يعني، هيك بنحكي، بس بصراحه انا جربتها يعني، كنت اقطع البقدونس اخذ الاي من العروق طبعا العريضه واعملها على المحضره، اقطع السكر افتح يعني الكبسه لحتى ما تكون متواصله، وفعلا تطلع تبوله رائعه. البقدونس والخس صرت اقطعهم على المحضره، فصارت صحن التبوله او خلينا نقول حتى جاط التبوله الكبير للضيوف صار بينعمل بنص الوقت اول. برافو. الخلاط بيختصر وقت، كمان قصه التحضيرات المسبقه يعني اني احضر الطعام قبل بيومين ثلاثه، اقطع اشياء احطها بالفريزر، كتير بيساعد بيختصر وقت. صح. او مثلا فكره العظام اللحمه والدجاج، ما بدي اطبخ مولي كل يوم، بدي اشتريها لحتى اعمل عليها مرقه، هذا رح يخليني اروح اجيب الماجي من الثلاجه واستسهل. صح. لكن انا اني احضرها طبخات باكياس خاصه فيها مجهزه وبس افتحها واحطها بقلب المرقه بيسهل علي هذا الامر، ما بشعر بعبئه يعني. تماما. التجهيز المسبق دائما يعني بيقلل وقت وجهد وكل شيء يعني. حتى في ناس على فكره اللحوم والدجاج اول ما يجيبوها من اللحام بتبلوها بيقطعوها بالطريقة اللي بتناسبهم يعني المناسبة حتى للطبخة، وبيعدين بجمدوها يعني، فبصير من الفريزر على الطبخ مباشرة يعني. صح. في فكرة العلب فكرة رائعة كتير، ما بعرف انت من حكيتي لي عليها انه انت وزوجك كتير بتعتمدوا عليها لانكم تشتغلوا انتوا الاثنين. صح. هلا هي فكرة العلب دائما اي حدا بيقلي انه شو بدي اعمل، انا بشتغل شغل طويل، فترة دوامي طويل، مزعج كذا، بقول له بس اشتري علب وابدا يعني على الاقل خذ معك وجبة واحدة على الشغل تكون صحية يعني، مثلا ساندويتش فيه توست اسمر معه بيض او حمص او فول او بدك يا جبنة لبنة، الشيء المناسب لك. خذ معك سناكات بالعلب دائما، مكسرات، فواكه مجففة، الفواكه العادية، الخضار المقطعة، كتير بتساعد إنه الإنسان يضل حتى وهو برا متابع بالحياة الصحية. فدائما بقول لهم اختصارا لكل القصة إنه بدك تكون صحي اشتري علب راس مالها علبة تحطها بالشنطة. المجمدات يرولا كمان، ما بتحسي انه لما بنلاقي احنا مثلا انا ما عنديش وقت اليوم اقطع خضره مشكله، بدي اعمل طبيخ خضره مشكله، لما بلاقيها مجمده بتوفر علي وقت وبتسهل علي، ولا انت ايش رايك؟ ممتازه جدا. حتى على فكره يعني اذا بدك فواكه موسميه يعني اللي مثلا فراوله بتجي بوقت وما بعدها خلص ما بتقعدي بتشوفيها، فممكن حتى تجمديها مشان تستخدميها فتره الشتاء يعني. كتير بيساعد البروكولي اذا كان عندي مثلا كميه كتير كبيره بجمد الجزء الزايد عندي، الفطر، كل انواع الخضار او الفواكه اذا حسيت انه هي كمية كبيرة عن احتياجنا فورا بجمدها وبرجع بستخدمها بطبخات جاية يعني. عارفة أنا حتى الموز لو جبت كمية موز مثلا وحسيت أنه ممكن يخرب برضو صرت أفرزه، مع أنه ممكن غريب موضوع الموز ممكن يسود، بس أنا لقيت أنه بالتفريز ما بيسود، وبتلاقيه مجمد وفيه بروتو، فلما تحطيه بقلب الحليب أو المي عشان تعملي عصير هو بارد وجاهز للعصير. صح. بيطلع مثل الميلك شيك اللي بيبيعوه بالسوق بارد كتير. بارد. صح. من الشغلات كمان اللي بحسها بتساعدني هو فكرة الأطباق الجديدة سهلة يعني، المكونات بتكون دائما متاحة، مثلا مكوناتها فيها دجاج، فيها معكرونة، فيها بيض، بتحسيهم متوفرين بكل البيوت. صح. فبركز على الوصفات دائما تكون سهلة ما تكون صعبة وشغلة هيك كتير صعب لأنه أحصل عليها، وتكون مكوناتها موجودة بالبيت. عارفة ذكرتيني بفكرة مرة قريتها هيك على أحد مواقع الطبخ، فكرة الطبخ في القدر الواحد يعني one pot cooking، بمعنى انه هو نفسه القدر، انا حقلب فيه البصل او الثوم اللي بدي اياه، بعدين حضيف الدجاج او اللحمه، بعدين حضيف الخضره اللي بدي اياها، وبعدين بدي اعملها يا بده يتاكل بالخبزه يا بده ينعمل عليها المعكرونه او بدي اضيف عليها الرز يعني، فبنعملها بوحده بتخفف الجلي كمان. والله فكره عظيمه، لانه انا على طول ندخل بنقاش مع والدتي انه انا بحب هذا النوع من الطبخ وهي طبعا كتير بتحب الاطباق الكتيره وهيك، ففكره فعلا عظيمه. كمان في جهاز السب السخان، ممكن نعمل عليه فطائر بخضرة أو بلحمة بعجينة اليوكا الرقيقة أو المارية، هي الوجبة المحبوبة عند الناس، بس إنه نزيد جنبها دائما يكون في سلطة. يعني الأفكار اللي قلناها اليوم قديش كتار ومهمة وبسهل الحياة الصحية.
وانا هقول لك عارفه بديل كمان يمكن اقل تكلفه عن السب، يمكن مش في كل بيت يكون موجود السب، ممكن نجيب صينيه تيفال ندهنها مسحه بسيطه بزيت الزيتون، نحط عليها السندويشات او الخضره او الشيء اللي بدنا نقلبه، ممكن نضغطه من فوق بصحن او حلو. بكفكير المطبخ نكبسه ونرجع نقلبه مره ثانيه، بيعطينا نفس نتيجه السب وتكلفه كتير قليله وممكن تكون بكل بيت. حلو جدا. طريقه طبخ الدجاج يا مريم ممكن تكون لذيذه وسهله وبوقت سريع، شو رايك نحكي عنها للناس اليوم؟ يلا. خلينا نحكي للناس اليوم كيف ممكن نطبخ الدجاج وحتى السمك بطريقة سهلة وعلى الغاز ووقت كتير بسيط ونكهة كتير طيبة. يلا بينا. بكل بساطة عنا صدور الدجاج لما بنشتريها ممكن نقطعها نصفين، يعني انه نخليها اقل سمك من اللي هي بتكون موجودة عليه. حلو. ممكن نصغرها من حيث الحجم بس المهم انها تكون تصير اقل سمك، ونفس الشيء بالنسبة للسمك. نحطهم على الغاز، نحط عليهم البهارات اللي احنا بنحبها مع شوية زيت زيتون وغطاية طنجرة كويسة حتى تحافظ على البخار اللي فيها وعلى الواطي، تستوي لحد ما تشرب كل البهارات على الوجهين، هي أطيب بكتير من لما نسلق الدجاج. صح. يعني بتعطي كتير طعم أزكى وفرق. الشغلة الثانية برضو عندنا اليوم دجاج بالفرن لولا، ممكن نحطه بخلطة التوم والجبن الموزريلا والزعتر. الله. ندق التوم نحط عليه شوية زعتر وجبنة موزريلا، نعملها على المحضرة حتى ما نبشر بإيدينا ونخفف على حالنا ونسهل، وتنتشر كلها على الدجاج مع شوية مي أو شوية حليب وتتدخل على الفرن لحد ما تسيح عليها وتستوي من فوق من تحت الدجاج. وهون يا حب بدنا نحط الدجاج بالنص، صدور الدجاج صدور الدجاج مو دجاج بعظمه، يعني لا دجاج من غير عظمه، نحطه بالنص لحتى يستوي الدجاج وبنفس الوقت الجبنه برضو تسيح عليه شوي شوي. اخر شغله وهي يعني يمكن محببه للاطفال كتير، لما صرت لما اجيب صدور دجاج قبل ما اطبها بالفريزر جزء منها زي انت كنتي بتحكي قبل شوي على التسهيل، بحطه بالمحضره فبتتحول لدجاج مفروم. هذا الدجاج المفروم بكوره وبعمل خلطة اللي هي البقسماط والطحين والبيض وبيتحول لكرات دجاج بالفريزر بدل النجتس، جاهزة إنها هي تتقلب بشوية زيت زيتون مع طنجرة مغطية، بتعطي نفس القلي. عظيم جدا هاي الفكرة، وبيحبوها الأطفال كتير هاي الفكرة. صح. مريم لو خيرتك بين إنه تاكلي وجبة سمك أو تاخدي حبتين زيت أوميجا شو بتاخدي؟ لا بك الجواب المثالي ولا لا انا عن جد بحبه. هلا شوفي صراحه، هلا السمك اذا معمول بطريقه زاكيه اكيد هو شيء طعمه كتير زاكي ورائع، بس يعني اذا السمك مش طيب او مش فاضي اعمل سمك فالاوميجا 3 ان شاء الله بيأدي الغرض. هلا الاوميجا 3 لما بناخذها بس يعني كحبه، نحن اخذنا بس نسبه الاوميجا 3 اللي موجوده، لكن لما ناكل سمك نحن هيك دخلنا اوميجا 3، نسبه بروتين، نسبة دهون مفيدة جدا، نسبة كالسيوم موجودة بالسمك خاصة إذا كان سمك مثل السردين والتونة والسلمون نسبة الكالسيوم فيهم عالية، فنحن هيك قديم نحرم حالنا من إنه أشياء كتير مفيدة قيمة غذائية جدا مرتفعة مقابل إنه بس ناخد أوميجا 3. هي رقم واحد. رقم اثنين، الدراسات حول الأوميجا 3 كتير بيأكدوا إنه القيمة الغذائية لما تأخذ من أوميجا 3 من مصادر طبيعية تأثيرها أكتر بكتير من بالجسم أكتر بكتير من إنك تاخديها كمكملات غذائية. ففعليا يعني ما نستقل بفكرة إنه الأوميجا 3 ناخده من مصدر طبيعي، دائما نركز على هاي القصة، نحن أخصائيين تغذية بنركز إنه دائما ركزوا على المصادر الطبيعية. وأنا بقول المصادر الطبيعية معناته بتوفر بكل بيت بكل بازار بكل سوبر ماركت، فأكيد هذا الإشي بيخلي الحياة الصحية سهلة وعملية أكتر. حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد.